توف. الفيسبوك ده فتح من امتى؟ مش من 2004 تقريبا. كنت انا من اوائل الناس اللي صحيوا بدري وعملوا اكونت على الفيسبوك عشان نقعد مع اصحابنا كده، عارف، نتكلم، نحط صور، اتضايق كده. الموضوع وسع جدا يا معلم. من ساعتها بقالي 12 سنه هو بمارس هوايتي في دراسه انواع الناس اللي موجوده على فيسبوك. اول واشهر واكتر نوع هتلاقيه على الفيسبوك هو الحصاله الجائعه. اللي ايه الحصاله ليه؟ هو الحصالة الجائعة اسمه كده. ده بقى مطارد اللايكات، مريض الإعجاب، جامع الأصدقاء. هدف حياته بيتلخص في لما أكبر كم ممكن من اللايكات بأي طريقة. تفهمش بيعمل بيهم إيه، بس هو يلمهم كده لايكاتي كده عزوة. النوع ده في الغالب بيكون نرجسي جدا ومغرم بنفسه ومعتز بأرائه، مستعد يبيع نفسه علشان لايك، كلب لايكات. يعمل أي حاجة، سيلفي بقى، بوز بطة، رقصة، نكتة سخيفة، أي شيء يفشي أسرار البيت، يتكلم عن حب أبوه المتزايد لمي عز الدين عادي. مبدئيا كده ده اللي تلاقيه يكتب بوست ويعمل له هو لايك بنفسه، يعني يكتبه يقوم في ساعتها. والمنطق البسيط بيقول ان بما انه هو اللي كاتبه اذن فهو رايه، انت اكيد عاجبك والا ما كنتش كتبته، ما كل واحد عاجباه دماغه. بس برضه يعمل لايك، بص على البوست بتاعه كده لك ان شاء الله العظيم الجدع ده كلامه زي الفل. يلا ها. طبعا رايه ده ممكن يكون حاجه شبه الجو النهارده حر شويه، ده البوست ده اللي هو عمل له، او ما اجمل الشتاء، السكه اللي ما فيهاش اي معنى دي، بس هو حس انها طالعه من بقه زي العسل. مفيش فكره، بس هو عجبه اداؤه، انا لذيذ. في النوع اللي بيحب يشاركنا كل تفاصيل حياته اليوميه المثيره، على اساس ان احنا هنهتم جدا باننا نشوف صوره طبق الفاصوليا اللي ضربه على الغدا اللي مكتوب عليه من ايدين ست الكل اتفضلوا معايا. هو متخيل اننا هنقعد على القهوه بالليل نتكلم على خبر الفاصوليا ده، نقعد كلنا بقى شوف يا نهار ابيض معتز حط الفاصوليا دي، جننا. او هنتهبل على ميداليه المفاتيح الفضه اللي اجمد اصحاب بجد جابوها له النهارده. احنا مالنا حبيبي، كل فاصولياتك بالهنا والشفا من سكات، نتفضل ايه يعني؟ نتفضل نحملها على الجهاز مثلا، نتفضل نطبعها. في واحد بيشاركه نفس المرض تقريبا بس من سكه تانية بقى، ده الغامض. الغامض ده بيبقى عنده نفس الرغبه في لفت الانظار واثاره الاهتمام بس من منطقه الغموض الحزين. ده بيتغذى على التعاطف، ده تلاقيه كاتب بوست يقول فيه قدر الله وما شاء فعل بس ويسيبك، ما يقولش ايه اللي حصل، او ان لله وان اليه راجعون، ما يقولش مين اللي مات. فتلاقي طبعا التعليقات كلها ايه، في ايه يا محمد قلقتنا، بقاعد مصفي فرع، بص على الكومنتات فرحان كده، اهتمام، الناس مهتمه، الناس بتحبني. يرد ابدا، ساعه ساعتين اخر اليوم، بعدين يوم كاتب بقى بغموض برضه يقول الحمد لله على كل شيء. فين وفين لما نفهم ان رخصته اتسحبت وهو ماشي في الشارع عادي، هو بالطريقه دي اتبسط خلاص. بكره بقى يفكر في مصيبه جديده على رواقه من اول النهار علشان يقرفنا بيها. ده بقى تتعامل معاه ازاي؟ رد عليه رد اغمض من غموضه، يعني لما تلاقيه كاتب مش عارف ايه يا ساتر يا رب، اقول له الدنيا فانيه بس اهي ايامه بنقضيها، الجو ده بوظ له خطته. انا ما عنديش مشكله ان الناس تكتب دعاء على الفيسبوك، كل واحد حر بيفضفض، يا سيدي اللهم احفظ ولادي، يا رب اعمل لي الحاجات اللذيذه اللي انا الحلوه، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. انا ما اعرفش ليه بندعي على الفيسبوك بس، وماله الدعاء جميل. لكن الظريف بقى ان في ناس بتدعي على الملأ وتدكن في نفس الوقت، يا رب عجل لي بالامر اللي انا تمنيته وانت عارفه، او يا رب الموضوع اياه. الله، طب بما ان الموضوع مش مطروح للحوار المجتمعي بتشاركينا بيه ليه؟ ليه يا رب اهديهم يا رب. في نوع بحبه قوي انا شخصيا فعلا بيثير اهتمامي وبحسه يستحق الدراسه، النوع اللي هو بيبقى حاجه بحاجه، اللي هو تلاقيه مثلا ايه، اميره بحيائي، ملكه باخلاقي، جميله بعفافي، فله بحاجاتي، سعيده بطلاقي، هي مسميه نفسها كده. دول غالبا ما بيبقاش ليهم اي اراء شخصيه في اي حاجه، بيكتفوا ان هم يعملوا شير للبوستات الجاهزه. خش عندهم كده اتفرج، تلاقي صوره غروب الشمس، اتنين ماسكين ايدين بعض بعدها على طول، او واحده بتعيط في المطر. تحس ان حاجه بحاجه ده اسم حركه الاكونت مش حقيقي، واجهه لنشاط تاني من الباطن او غسيل اموال. برضه نوع تاني قريب منه بس الرجالي بتاعه بقى، ده بيبقى النوع المضاف والمضاف اليه، امير الاحلام، اسير الظلام، قليل الكلام، قريب المدام كده. ده شخص مش طبيعي، لانه لو انسان طبيعي كان هيبقى اسمه احمد كمال وخلاص. غالبا ده بيبقى الاكونت التاني. انا بقى نفسي اعرف لما جميله بعفافي بتقعد مع اسير الظلام بيقولوا ايه، بيتهيالي ما بيتكلموش زينا. تقريبا بيطلعوا اصوات موج بحر مثلا، هم قاعدين مع بعض، ميرة بس أسير الحاجات، هي تدي له موج بحر ويرد عليها بخرير أمواج، فدي حتة صوت ظلام، عارف صوت الظلام؟ جميل. وخرير العفاف. ولما يخلفوا يخلفوا إيه؟ إيه اللي يطلع من العلاقة دي؟ أميرة بعفافي مثلاً أو يعني. لا لا، غالباً هيخلفوا أشرف، يعني أنت مالك رحت بعيد ليه؟ يعني حد عادي، عارف بقى الستات اللي بتحط صورة جوزها وتكتب أنا جوزي حبيبي أهو مع بعض، ربنا يخليه ليا، يرزقه يسعده ويبعد عنه ولاد الحرام. دي مش بتموت في جوزها ولا سعيدة في حياتها ولا أي حاجة، دي يا إما مش مطمنة له يا إما مش مطمنة للبنات قرايبه اللي عنده على الفيسبوك، فبتعمل ديفنس، جوزي حبيبي أهو، أنا معاه
وهو بيحبني مع بعض. ها يا ستي في ايه؟ حط الصوره ليه؟ ما تكنوا في البيت وترحمونا. بعدها بقى تيجي الام المنبهره دي بقى تهريك صور، صور كتير. الولد اتولد، صوره المستشفى، صوره السبوع، صوره التطعيم، صوره رجله اللي ورمت من التطعيم، صوره رجله اللي خفت الحمد لله بعد التطعيم، فيديو اول ماشيه، اول كلمه، اول نفه، اول مره يشتم، اول عيد ميلاد، اول يوم حضانه، اول يوم مدرسه، حفله المدرسه، رحله المدرسه، باص المدرسه، سور المدرسه. دول الامهات الجداد. اما عن الامهات القدام بقى، امهاتنا احنا طبعا حبايبنا بقى الكل. دول مشاكلهم مع الفيسبوك مختلفه تماما، مشاكل بتبقى اخطر بكتير لان غالبا بيبقى ليها علاقه مباشره بخصوصيتك وكرامتك واسرارك وحاجات كتير تانية. يعني مثلا تلاقي واحده زميلتنا في الشغل منزله صوره ليها معانا، يعني في ايفنت يعني في الشغل قاعدين مع مديرنا استاذتنا زمايلنا حاجات كده، فتلاقي مامتها تزق الول برجلها كده وتقوم داخله كاتبه لها تحت الصوره الاولانيه اللي في المجموعه دي مين دول يا مي. مي طبعا تتكسف ما تردش طبعا، فتلاقي مامتها كاتبه على الصوره الثانيه مي بسالك مين دول على الصوره الثالثه مي انت مش سامعاني وانا بكلمك يا بنت، انت خلاص من ساعه ما فردت شعرك بالكرياتين ومحدش عارف يكلمك. طبعا تاني يوم الصبح تلاقي استقاله مي على مكتب المدير، او مثلا واحد صاحبي كاتب لي حاجه، انا كاتب لي حاجه بالانجليزي كلمني، تلاقي ماما داخله له تقول له محمد اكتب بالعربي يا بابا علشان مش فاهمه انت بتقول ايه. ما هو بيكلمني انا يا ماما مش حضرتك خالص على فكره، انت سايبه اكونتك لوحده وتعبه نفسك وجايه لحد عندنا يا ليه ماما انت شرخبك وجعاكي. ده غير طبعا انها ممكن تلاقيها كاتبه رساله مكان الاستاتس عادي طبعاً. عارف الحركه دي داخله هي تبعت لي حاجه في الانبوكس ليه حطتها في الشارع كده فاهم، فعلى جامع الدول ليه كاتبه كده انا عندي خالتك وفاء في فيصل سخن الباميه وكل بوست عادي والناس بتهيص وتشير. في نوع مهم جدا على الفيسبوك وكلنا عارفينه وبنعاني منه بس ساكتين له، يعني الاعتبارات زي تقدر تقول العشره العيش والملح، يعني ده اللي هو المثقف المحلل العميق، ده اللي لقى نفسه في السوشيال ميديا حس بكينونته مش كيانه برضه مش كيانه ولا شخصيته، الكينونه دي بتبقى حته جوه الكيان هو عارفها. بدا يطلعه بلا ازرق علينا احنا، تنظير وفتي وتهديد وشتايم والدلع كله، ده بقى اللي هارش الليله احنا غلابه فبالنسبه له هو شايفنا كده، هو اللي فاهم الزتونه اللي بيفهمنا الدنيا فيها ايه. هو اخر حاجه قراها كانت روايه من روايات عبير للجيب وما كملهاش علشان ملوش تقل على القرايه، يعني ده له اراء سديده في مواقف عديده جدا، يحب يدلو بدلوه في كل صغيره وكبيره، هتلاقي عنده 13 كلمه كده معينين يحبهم استخدمهم في كل كلامه، الشأن العام، الموقف الراهن، الصراع الدائر، العبق الكائن، الشجر الناشف، ازنقه بقى اطلع منه بفكره واحده عليها القيمه مفيش في البليله. ده في اوقات الحرب اكون في احداث اخبار تلاقيه في العبق الكائن. طب اوقات السلم بقى مفيش اخبار يعمل ايه؟ يبقى السوق فاضي هو ينام يعطل فشر، رباعيات صلاح جاهين، اغاني الشيخ امام، جمل كوبي بيست من روايات نجيب محفوظ بالذات اصداء السيره الذاتيه، عميق عميق. وعندنا طبعا سفير مصر الافتراضي، سفير مصر في اليابان بس افتراضي، اللي عمال يحط صور اي حاجه من بره ويكتب شوف الناس اي حاجه بقى، شويه نعناع اخضر في النرويج مثلا يقول لك يا شوف الخضار، يشير لك ان احنا معلش يلا ما هو قاعد في شبرا عادي ماله. في طبعا صاحب الاسئله الوجوديه، قالت لي كاتب رايحه بينا على فين يا مصر؟ اخرتها ايه يا جدعان؟ مثلا او الضحك ايه؟ شوف الفلسفه هي دي بجد احلى سنين عمرنا، كتبها كده. هو الحب لعبه؟ تاني يوم الصبح اكتب لك ولا الحب لعبه؟ لا يكونش، انا اصلا كنت بايت بره فحد لقى حاجه. ده اللي بيكتب عنده في بياناته استاديت ات مدرسه الحياه، عارف استاديت ات مدرسه الحياه، شوف اتعلم فين مجرم. تحذير عام بقى بدون اي دخول في تفاصيل، اي وقت يجي لك اضافه من واحده اسمها الحلوه بزياده او صرصوره الاموره او اموله العسوله او اي حاجه شبه كده اهرب اهرب، واكد لك ان الحقيقه بتبقى عكس كده تماما. امال تفتكر الحلوه بزياده دي حاطه صوره سميه الخشاب ليه؟ خايفه من الحسد؟ اهرب اهرب يا ابني، الفت بجلدك، ده كلام فارغ. لا صحيح، انا نعرفك يا ابني بقالي يومين مثلا اهو ومش عندي على الفيسبوك. لا انا بعت لك اد النهارده الصبح. فين ده يا معلم؟ اول حاجه عندك هتلاقيها غالبا. لا اول حاجه عندي ده اسم غريب جدا صعب يبقى انت، اسمه وحش البلاتو. انا وحش البلاتو؟ ده اسمي. انت وحش البلاتو؟ اه ده الاكونت، صوره البروفايل لابو حفيظه. اما انا حاططه عشان هو واكل شويه، انا لسه انا صورتي كده. طيب اجنور رش قرف. لا تمام يا معلم خلاص، يعني تسلم ايدك، يعني كام يوم كده تظهر عندك ان شاء الله. ربنا يكرمك حبيبي، نورت.